حدثنا وكيع: حدثنا سفيان عن إيدي بن لقيط السدوسي عن أبي رمثة قال: خرجت مع أبي حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حناء. حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطأ وأبو النضر قال: حدثنا المسعودي عن إيدي بن لقيط عن أبي رمثة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك". وقال رجل: "يا رسول الله هؤلاء بنو يربوع قتلة فلان". قال: "ألا لا تجني نفس على أخرى" وقال أبي قال أبو النضر في حديثه: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: يد المعطي العليا. حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الملك بن عمير حدثنا إد بن لقيط عن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس من ربيعة يختصمون في دمين فقال اليد العليا أمك وأبوك وأختك وأخوك وأدناك أدناك قال فنظر فقال من هذا معك أبا رمثة قال قلت إبني قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وذكر قصة الخاتم حدثنا أبو نعيمين: حدثنا سفيان عن إيدي بن لقيط السدوسي قال: سمعت أبا رمثة التيمية قال: جئت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابنك هذا قلت: نعم قال: أتحبه؟ قلت: نعم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصمين عن ابي رمثه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ناس من ربيعه يختصمون في دم العمد فسمعته يقول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك فادناك ثم قال فنظر ثم قال من هذا معك يا ابا رمثه فقلت ابني قال اما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: فنظرت فإذا في نقط كتفه مثل بعرة البعير، أو بيضة الحمامة. فقلت: ألا أداويك منها يا رسول الله؟ فإن أهل بيت نطبب، فقال: يداويها الذي وضعها. حدثنا هشام بن عبد الملك وعفان قال: حدثنا عبيد الله بن إد حدثنا أدن عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأيته قال لي أبي: هل تدري من هذا؟ قلت: لا. فقال لي أبي: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقشعررت حين قال ذاك، وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لا يشبه الناس. فإذا بشر له وفرة قال عفان في حديثه ذو وفرة وبها ردع من حناء عليه ثوبان أخضرني فسلم عليه أبي ثم جلسنا فتحدثنا ساعة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: حقاً. قال: أشهد به. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً. ضاحكاً من ثبت شبهي بأبي ومن حلف أبي علي. ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى قال ثم نظر إلى مثل السلعة بين كتيفيه فقال يا رسول الله أني لا أطب الرجال ألا أعالج هلاك قال لا طبيبها الذي خلقها حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن أبن أبجرى عن إذي بن لقيط عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي وأنا غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال له أبي إني رجل طبيب فأرني هذه السلعة التي بظهرك قال وما تصنع بها قال أقطعها قال لست بطبيب ولكنك رفيق طبيبها الذي وضعها وقال غيره الذي خلقها حدثنا عبد الله حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن إدي بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فأرانيه إياه فقلت لابني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته الرعدة هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا نبي الله إني رجل طبيب من أهل بيت أطباء فأريني ظهرك فإن تكن سلعة أبطها وإن تكن غير ذلك أخبرتك فإنه ليس من إنساء أعلم بجرح أو خراج مني؟ قال طبيبها الله وعليه بردان أخضران له شعر قد علاه المشيب وشيبه أحمر. فقال ابنك هذا قلت إي أيوة ورب الكعبة قال ابن نفسك قلت أشهد به قال قال فإنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح حدثني أد بن لقيط عن أبي رمثة قال: حججت فرأيت رجلا جالسا في ظل الكعبة فقال أبي تدري من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهينا إليه إذا رجل ذو وفرة به ردع وعليه ثوبان أخضران حدثنا عبد الله حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا هشيم غير مرة قال أخبرني عبد الملك بن عمير عن أديب بن لقيط عن أبي رمثة التيمي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي إبن لي فقال إبنك هذا قلت أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمره حدثنا عبد الله حدثني شيبان بن أبي شيبة حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم التستري حدثنا صدقة بن أبي عمران عن رجل إن هو ثابت بن منقذ عن أبي رمثة قال انطلقت أنا وأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كنا في بعض الطريق فلقيناه فقال لي أبي يا بني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكنت أحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبه الناس فإذا رجل له وفرة بها ردع من حناء عليه بردان أخضران قالت كأني أنظر إلى ساقيه قال فقال لأبي من هذا معك قال هذا والله ابني قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال في أبي علي علي ثم قال: صدقت أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك قال وتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن بكار حدثنا قيس بن الربيع الأسدي عن أديب بن لقيط عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي وأنا غلام فأتينا رجلا. من الهاجرة جالسا في ظل بيته وعليه بردان أخضرني وشعره وفرة وبرأسه ردع من حناء قال فقال لي أبي أتدري من هذا فقلت لا قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتحدثنا طويلا قال فقال له أبي اني رجل من اهل بيت طب فارني الذي بباطني كتفك فان تك سلعه قطعتها وان تك غير ذلك اخبرتك قال طبيبها الذي خلقها قال قال ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الي فقال له ابنك هذا قال اشهد به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ما تقول قال اي ورب الكعبه قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهه بابي والحليف ابي علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه. حدثنا عبد الله حدثني جعفر بن حميد الكوفي حدثنا عبيد الله بن اديب بن لقيط ، عن أبيه عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته قال أبي هل تدري من هذا؟ قلت لا قال هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاقشعررت حين قال ذلك وكنت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يشبه الناس فإذا بشر ذو وفرة وبها ردع حناء وعليه بردان أخضران فسلم عليه أبي ثم جلسنا فتحدثنا ساعة ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا قال إي ورب الكعبة قال حقا قال أشهد به فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ضاحكا من تثبيت شبهي بأبي ومن حلف أبي علي ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم نظر إلى مثل السلعة بين كتفيه فقال يا رسول الله إني كأطب الرجال ألا أعالج هلاك قال لا طبيبها الذي خلقها حدثنا عبد الله حدثني أبي وأبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبيد الله بن أديب بن لقيط ، عن أبيه عن أبي رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران حدثنا عبد الله حدثني شيبان بن أبي شيبة حدثنا جرير يعني ابن حازمين حدثنا عبد الملك بن عمير عن ادي بن لقيط عن ابي رمثه قال قدمت المدينه ولم اكن رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وعليه ثوبان اخضران فقلت لابني هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابني يرتعد هيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني رجل طبيب وان ابي كان طبيبا وان اهل بيت طب والله ما يخفى علينا من الجسد عرق ولا عظم فارني هذه التي على كتفك فان كانت سلعه قطعتها ثم دويتها قال لا طبيبها الله ثم قال من هذا الذي معك قلت ابني ورب الكعبة فقال ابنك قال ابني أشهد به قال ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه